اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. وانا اليوم حاضر في واحد من اهم جداريات هذه المدينه، هذه جداريه اللي كتحمل صوره وليد الركراكي، مدرب او الناخب الوطني وليد الركراكي، اللي ابان على روح قتاليه كبيره في مونديال قطر 2022. شوفوا ما شاء الله جماليه الصوره، شوفوا كيفاش وليد الركراكي مرسوم بادق التفاصيل، وهذه حاجه زوينه وزوينه بزاف. فمثلك كتشوفوا مجموعه من الشباب عملوا على رسم هذه الجداريه لطيله اسابيع، وهما كيحاولوا على انهم يخدموها بحب وباتقان. فكي كنشوفوا مشاهدنا الكرام جداريه احترافيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، جداريه فيها واحد الحب مخدومه باغامور كما كنقولوا. فما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اكيد كلكم كتذكروا معايا المجهودات الكبيره والجباره اللي قاموا بها وسوء الاطلس والروح القتاليه الكبيره اللي ابانوا عليها في هذه التظاهره، هذه اللي خلقت الحدث خلقت الحدث فمشاهدينا الكرام كما كنشوفوا هذه الجدارية هذه اللي كتبين الحب ديال المغاربة لوليد الركراكي. شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله فعلا اتقان كبير لهاد الصوره. هذه صوره وليد الركراكي او كما كيبغيو المغاربه يناديوه راس لابوكا، واحد الاسم اللي ترسم بحب في قلوب المغاربه، ترسم بابداع، ترسم بروح وطنيه كبيره. فاحنا مفتخرين بالناخب الوطني وليد الركراكي على مجهوداته الجباره والروح القتاليه اللي امنوا عليها كل اعضاء هذا المنتخب المغربي، منتخب اللي فرحنا اللي خلانا بصح نثيقوا في راسنا ونعرفوا على انه النيه هي اساس النجاح. فمن النيه يربح، انما الاعمال بالنيات، ديروا النيه وان شاء الله ما يكون غير الخير. لكن كنشوفوا هنا الادوات اللي تم رسم بها هاد اللوحه، هذه لوحه اللي مخدومه بحب كما قلنا، مخدومه بواحد اتقان وواحد الدقه كبيره وكبيره بزاف. برافو لكل الفاعلين اللي ساهموا في رسم هذه الجداريه هذه واللي كاينه في منطقه بورغون هنا في مدينه الدار البيضاء، واحده من اشهر واهم مناطق هذه المدينه الجميله. مرحبا بارائكم، مرحبا بتعليقاتكم، كتبوا لي كومونتير انا هنايا باش نتفاعل معها كومونتير باغ كومونتير، ونشوفوا تبارك الله هذه الجماليه ديال هذا اللوحه اللي كاتب قربنا من الايقونه وليد الركراكي. فمرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم، انا كنحاول نقربكم بادق التفاصيل هذه اللوحه هذه. شوفوا تبارك الله كميه الاتقان والحب اللي ترسمات بها هاد الجداريه، هذه الجداريه اللي كتحترم ادق تفاصيل وملامح اللي ترسمات ودقه. ففعلا حنايا فرحانين فرحانين بزاف بهاد جدارية، هذه جدارية حب وامتنان واعتراف لهذا الشخص اللي دخل الفرحة على قلوب المغاربة، سيد وليد الركراكي الناخب الوطني. فاحنا فرحانين وفخورين به، وكنرجعو نقولوا اكيد احنا اليوم طامعين في انجازات اخرى على مستوى الرياضة المغربية وتحديدا على مستوى كرة القدم، واحدة من الرياضات الشعبية او رياضة الفقراء اللي كتخلينا نتجمعوا ونتوحدوا. الحمد لله الناخب الوطني وليد الركراكي واحد المغاربة، خلى كبير والصغير كيقول كلمة سير 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 دير النية وان شاء الله ما يكون غير خير. وبصح المغاربة داروا النية ديالهم
وعلانيتكم ترزقون مشاهدينا الكرام. نحن الحمد لله فرحانين بهذا الحب وفرحانين بهذا الانتماء لوطننا الحبيب، وهذه مفخره لنا ولبلادنا. مشاهدينا الكرام هكا وصلنا لنهايه هذا البث هذا، واكيد غنرجع لكم هذا الموضوع في صيغه اخرى. نتلاقاو في الخير، السلام عليكم. السلام عليكم.